بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. معكم الأستاذ عبد الله طويل، مدرس مادة الاجتماعيات بالثانوية الإعدادية الحسن الأول، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين العيون الساقية الحمراء. بسم الله نبدأ حصة اليوم، وتتعلق بأنشطة وتمارين لاستثمار وتقوية التعلمات. إذن سنحاول في المكون الأول وهو مادة التاريخ أن ننمي القدرة على الترتيب والتوطين زمنيا، ثم سنحاول أن نوظف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين. إذن لدينا خط زمني يمثل نهاية العصور القديمة والعصر الوسيط. إذن سنحاول أن نجيب على السؤال الأول، ووطن على الخط الزمني المراحل التالية: عصر النهضة الأوروبية، ضعف الإمبراطورية الرومانية، وحكم الممالك المتبربرة. إذن فيما يتعلق بعصر النهضة الأوروبية، فهو آخر مرحلة بعد فتح الأتراك للقسطنطينية. إذن سنوطنه في هذه الجهة. إذن عصر النهضة الأوروبية. إذن سنحاول أن نوطن ضعف الإمبراطورية الرومانية. إذن ضعف الإمبراطورية الرومانية هو أول مرحلة تاريخية إذن قبل تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية. إذن هنا نجد الإمبراطورية الرومانية، وآخر مرحلة هي حكم الممالك المتبربرة، ونوطنها في هذه الخانة. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي: سمي الحدث الذي يسجل بداية العصر الوسيط وأحدد تاريخه، والحدث الذي يسجل نهاية العصر الوسيط وأحدد تاريخه. بالنسبة لبداية العصر الوسيط فهو ارتبط بنهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية، وقد امتد إلى غاية 1453 ميلادية، وهي فتح الأتراك للقسطنطينية. إذن فالحدث الذي يشكل بداية العصر الوسيط هو نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، وتاريخ هذا الحدث هو 476 ميلادية، والحدث الذي يسجل نهاية العصر الوسيط هو فتح الأتراك للقسطنطينية، وكان ذلك في سنة 1453 ميلادية. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي: عرف العصر الوسيط حسب معطيات الخط الزمني. إذن فالعصر الوسيط هو الفترة الممتدة من نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية إلى غاية فتح الأتراك للقسطنطينية سنة 1453 ميلادية، وقد تميز بحكم الممالك المتبربرة لأوروبا الغربية. إذن وعندما نقول حكم الممالك المتبربرة، فكلمة المتبربرة هي شعوب همجية. إذن فكان عصر الوسيط هو عصر الظلمات بالنسبة لأوروبا، وعصر التخلف الفكري. إذن ننتقل إلى النشاط الثاني. في هذا النشاط سنحاول أن ننمي القدرة على فهم مدلول ومصطلحات تاريخية وتحليل خطاطة، ثم توظيف المخزون المعرفي للمتعلمين والمتعلمات. إذا لدينا خطاطة هرمية للمجتمع الفيودالي، سنحاول أن نجيب على أول سؤال: عرف الفيودالية. إذا انطلاقا مما تحته خط الفيودالي. إذا فالفيودالية هي كلمة مشتقة من فيودوم، وتعني القطعة الأرضية التي يمنحها السيد الإقطاعي للشخص الذي يقوم بحمايته، وقد أصبح
هذا النظام سائدا بين ملوك الدويلات في أوروبا الغربية وبين الأسياد الإقطاعيين التابعين لهم خلال العصر الوسط. هذا هو المقصود بالفيودالية. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي: أعبئ الخطاط بما يناسب. إذا سأحاول أن أعبئ الخطاط بطبقات المجتمع الفيودالي. إذا على رأس الهرم السكاني يوجد الأسياد الإقطاعيين، وكانوا مقسمين إلى الدوقات والكونطات والبارونات، وهذه الفئات هي متساوية من حيث المرتبة لكن مهامها تختلف. فهناك من له مهمة عسكرية حماية الإقطاعية، وهناك من كان يتولى المهمة الدينية الإشراف على رجال الدين، وهناك من كان يتكلف بالمهمة الإقطاعية الفلاحية. إذن ثم الفئة الثانية هي الفرسان. إذن فهذه هي الفئة الثانية. ثم الفئة الثالثة هي الفلاحون الأحرار، وأخيرا يوجد في قاعدة الهرم الأقنان. إذن نوطن الأقنان في آخر الهرم السكاني. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي: صف من خلال الخطاطة بنية المجتمع الفيودالي. إذن نلاحظ بأن المجتمع الفيودالي كان مجتمعا طبقيا مقسما إلى طبقات اجتماعية يوجد على رأسها الأسياد وفي قاعدتها الأقنان. انطلاقا من مكتسباتك حدد واجبات السيد تجاه القن وواجبات القن تجاه السيد الإقطاعي. إذن واجبات السيد تجاه القن هي الحماية. وماذا نقصد بالحماية؟ أي حمايته من هجمات الشعوب المتبربرة التي كانت تهجم على الإقطاعية التي يملكها السيد الإقطاعي. إذن فالواجبات السيد تجاه القن هي تقديم الحماية. واجبات القن تجاه السيد الإقطاعي: أعمال الصخرة، ثم تقديم الضرائب، والحماية ضد هجمات الشعوب المتبربرة أي الخدمة العسكرية. فماذا نقصد بأعمال الصخرة؟ هي أعمال كان يقوم بها القن وتدوم لأيام وأسابيع وشهور وسنوات بالمجان، إما في الخدمة داخل القصر أو في الإقطاعية الفلاحية سواء في الزراعة أو في مطحنة السيد الإقطاعي. إذن ننتقل إلى مادة الجغرافيا. في النشاط الأول سننمي القدرة على استثمار المعارف والمهارات والمواقف، ثم سنحاول أن نوظف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين. إذن لدينا نص جغرافي يتعلق بأهمية التجارة الداخلية بالمغرب. إذن سنحاول أن نقرأ النص جيدا ثم نجيب على أول سؤال. يشغل قطاع التجارة الداخلية حوالي 13% من السكان الناشطين المشغلين، ويعد ثاني مشغل ب 1.4 مليون شخص، ورابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة في 2010 تعادل
73 مليار درهم، ورقم معاملات سنوية فوق 350 مليار درهم. إلا أن القطاع يعاني من عدة اختلالات تعيق تطوره، تتعلق بفشل التغطية الصحية الموجهة للتجار، ومنافسة القطاع غير المهيكل، وصعوبات التمويل. إذن عرف ما تحته خط. إذن التجارة الداخلية. التجارة الداخلية هي مجموع المبادلات التجارية التي تتم داخل البلد الواحد بين منطقة وأخرى. إذن فهذا هو المقصود بالتجارة الداخلية، ويمكن أن نميزها عن التجارة الخارجية التي تتم بين بلد وآخر من خارج الدولة. إذن فننتقل إلى السؤال الموالي: أبرز من خلال النص أهمية قطاع التجارة الداخلية بالمغرب. فقطاع التجارة الداخلية بالمغرب يشغل حوالي 13% من السكان الناشطين، ويعد ثاني مشغل ب 1.4 مليون مشغل، ثم يساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة تصل إلى 73 مليار درهم، ورقم معاملات سنوية فوق 350 مليار درهم. إذن ننتقل إلى السؤال الثالث: أذكر المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الداخلية. فقطاع التجارة الداخلية يعاني من عدة اختلالات تعيق تطوره، تتعلق بفشل التغطية الصحية ومنافسة القطاع غير المهيكل وصعوبات التمويل. إذن بقي أن نذكر بالقطاع غير المهيكل في التعريف. فالقطاع غير المهيكل هو القطاع التجاري غير المنظم قانونيا، أي غير خاضع لمسطرة قانونية تتعلق بالضرائب إلى غير ذلك، غير منظم قانونيا كماسحي الأحذية والباعة المتجولين. هذا هو المقصود بالقطاع غير المهيكل. إذا ننتقل إلى النشاط الثاني، وهو يهدف إلى تنمية القدرة على قراءة وتحليل معطيات إحصائية، ثم توظيف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين من أجل تفسير ظاهرة جغرافية. إذن لدينا جدول يتعلق بحركة المبادلات التجارية بين في بعض البلدان حسب 2014 والقيمة بالمليار دولار أمريكي. إذن فهناك أربع بلدان: الصين، ألمانيا، المغرب، وتونس. إذن نحاول أن نجيب على أول سؤال: عرف الميزان التجاري، حركة الصادرات والواردات. إذن سنحاول أن نعرف الميزان التجاري. الميزان التجاري هو الفرق بين قيمتي الصادرات وقيمة الواردات، ويمكن أن يتخذ عدة أشكال. إذن فيكون متوازنا إذا كانت قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات، ويكون فائضا إذا كانت قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات، ويكون في حالة عجز إذا كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات. بمعنى آخر، أن في عندما نقوم بحساب الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، فالقيمة يجب أن تساوي الصفر، وهنا يجب أن يكون العدد موجباً.
في حالة الفائض، أما هنا فيجب أن يكون العدد سالباً، أي أن قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي، عرف الصادرات. فالصادرات هي السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين ويبيعها لبلد آخر. إذن الواردات هي السلع والخدمات التي يستوردها بلد من بلد آخر. إذن فهذا هو تعريف الميزان التجاري والصادرات وحركة الواردات. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي، أحسب الميزان التجاري للدول الممثلة في الجدول. إذن يجب أن نقوم بالعملة الحسابية الصادرات ناقص الواردات لكي نحصل على الميزان التجاري. إذن فالميزان التجاري يساوي 292 مليار دولار أمريكي. بالنسبة لألمانيا فميزانها التجاري يساوي 228 مليار دولار أمريكي بعد قيامنا بالعملية الحسابية 1547 ناقص 1319 مليار دولار أمريكي. إذا بالنسبة للمغرب نلاحظ بأن الرقم أصبح سالبا لأن قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات، إذا نحصل على ناقص 22.98. إذا بالنسبة لتونس إذا نلاحظ بأن قيمة ميزانية التجاري تساوي ناقص 6.71 مليار دولار أمريكي. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، استخلص وضعية الميزان التجاري في البلدان الممثلة في الجدول. إذا كما نلاحظ فالرقم هنا رقم إيجابي، فوضعية الميزان التجاري يحقق فائدا. إذا بالنسبة لألمانيا كذلك نلاحظ بأن عددها موجب فهي تحقق فائض في الميزان التجاري. بالنسبة للمغرب فالرقم هو سالب، فوضعية الميزانية التجاري في حالة عز. وأخيرا تونس كذلك رقمها سلبي، فوضعية الميزانية التجاري في حالة عجز. إذا ننتقل إلى مكون التربية على المواطنة. في النشاط الأول سنحاول أن ننمي القدرة على توظيف المخزون المعرفي للمتعلمات والمتعلمين، ثم توظيف مهارات المرتبطة بوسائل التعبير الخطاطي. إذن سنحاول أن نشتغل على خطاط. إذن فلدينا المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان بالمغرب. إذن أعبئ الخطاط بما يناسب وأقترح أمثلة عنها. إذن فأول مؤسسة هي مؤسسة حكومية وهي مرتبطة بالسلطة الحكومية وتكتسي طابعا رسميا كمؤسسة الوسيط أو وسيط المملكة. مؤسسات مختلطة، منها ما هو رسمي ومنها ما هو غير رسمي كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إذن فهذه المؤسسات المختلطة تشكل من فعاليات متنوعة، منها ما هو رسمي ومنها ما هو غير رسمي كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. آخر مؤسسة هي مؤسسة غير حكومية، هي غير تابعة غير خاضعة للسلطة الحكومية، فتتشكل من فعاليات المجتمع المدني كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذن أعرف بمؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. مؤسسة وسيط المملكة هي مؤسسة وطنية مستقلة تتولى النظر في القضايا المتعلقة بترسيخ سيادة القانون، تعميم قيم الشفافية والنزاهة في العلاقات بين الإدارة
العموميه، الاداره العموميه والمرتفقين، اي الاشخاص الذين يلجون الى المرفق العمومي ويستفيدون من خدماته. اذن المجلس الوطني لحقوق الانسان. هو مؤسسة وطنية متعددة ومتخصصة، مهمتها أو مهمته الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مؤسسة غير حكومية ذات منفعة عمومية، تتولى النظر في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وتدافع عنها وتربي عليها، كما تخرج في مظاهرات الاحتجاج على سوء وضعية حقوق الإنسان بالبلاد. إذن فهذا فيما يتعلق بتعريف مؤسسة وسط المملكة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذن ننتقل إلى النشاط الأخير في مادة التربية على المواطنة، وهو يستهدف تنمية القدرة على توظيف المخزون المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وتوظيف المهارات المرتبطة بوسائل التعبير الخطاطي. إذن لدينا خطاطة، إذن تمثل أنواع المقابلة، إذن فيجب أن نعرف المقابلة. إذن فالمقابلة هي تقنية لجمع المعلومات والبيانات بإجراء حديث مع شخص أو عدة أشخاص، وذلك بغرض استثمار تلك المعلومات والبيانات لأهداف محددة. وقلنا سابقا في درس زيارة مؤسسة مهتمة بحقوق الإنسان أننا سنستثمر تلك المعلومات من أجل إعداد تقرير حول الزيارة. إذن هذا هو الغرض. إذن ننتقل إلى تحديد أنواع المقابلة ونقترح أسئلة عن كل نوع. فلدينا مقابلة ذات أسئلة مغلقة، ومثال عنها: متى تأسس مكتب هذه المؤسسة؟ إذن لدينا كذلك مقابلة ذات أسئلة بعضها مغلق وبعضها مفتوح. إذن متى دشنت هذه المؤسسة فهو سؤال مغلق، وما أهدافها فهو سؤال مفتوح. ثم أخيرا مقابلة ذات أسئلة مفتوحة، إذن ما أنشطة هذه المؤسسة؟ هكذا نكون قد انتهينا من درس اليوم الذي يتعلق بأنشطة الدعم والتقويم بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات. نتمنى أن تستوعبوا جيدا هذه الأنشطة وتعيدون إنجازها في منازلكم. شكرا على حسن الإصغاء والانتباه، ونتمنى أن نلتقي مجددا في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.